يقول هذا المجتمع أبي وأمي يشتغلان، وحين استلام معاشهما يقوم أبي بأخذ نصف معاش أمي بحجة أنه قائم بمصروفات البيت، وأمي غير راضية عن ذلك، ولكنها تضمر ذلك في نفسها لتلافي المشاكل عن البيت والأسرة. هل له حق في ذلك؟ وإذا لم يكن له حق، ماذا يمكننا أن نفعله تجاهه ونحن أبناؤه؟ جزاكم الله خيرا. هذا يخضع للشروط التي بينهما، فإذا كان اشترط عليها أنه لا يسمح لها بالخروج ولا العمل إلا أن تعطيه من الراتب، فالمسلمون على شروطهم، يجب عليها أن تفي بالشرط وأن تعطيه ما شرطه عليها. أما إذا لم يكن اشترط عليها، فالأصل أن مالها يكون لها، وأن كسبها يكون لها إلا ما طابت به نفسها له. وعلى كل حال، إذا كان هناك إشكال بين الزوجين في عمل المرأة وخروجها من البيت، هذا من حق الزوج أن يمنعها أن تبقى في البيت، إلا إذا كانت شرطت عليه عند العقد أنها تستمر في العمل وصبر هو بذلك، فالمسلمون على شروطه. أما إذا لم تكن شرطت عليه، فإنه لا يجوز لها الخروج من بيته إلا بإذنه، لا لعمل ولا لغيره. الزوج له سلطة وله ولاية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كيف نعمل نحن ونحن أبناؤه تجاه هذه القضية بين الأب والأم؟ إصلاح، عليكم بالإصلاح الله بين الأب والأم وتسوية النزاع. نعم.